كيف ما شفتوا اليوم النساء هذو سلاليات كاملين من جامعة ولاد حليز الغربية إقليم برشيد، يعني من شهر 11 ديال 2018 هما كيديروا الاحتجاجات ديالهم لأنهم تم الإقصاء ديالهم من لوائح ذوي الحقوق السلالية، والنواب المحليين كيقولوا لهم بأنكم أنتمايا ما عندكمش الحق ديو. علاش؟ سؤال، علاش ما عندهمش حق ديو؟ كيقولوا لهم حنا ما كنحطوش العيالات، يعني العيالات ما كيديو غير الرجال صافي غير العيالات ما كيديوش. عاودنا راسلنا السيد القائد ديال القياده ولاد حليز الغربيه، قال لنا غتشوفوا مع النواب المحليين، والنواب المحليين كيعاودوا ردونا ثاني عند القياده. من بعد القياده قالوا لنا بان اللوائح جات لمجلس الوصايه، جينا على مجلس الوصايه، دائما الشكايات ديالنا ما كيبغوش يشدوها من عندنا في مجلس الوصايه. علاش ما كيبغوش يشدوا من عندنا الشكايات؟ قال لك لا حنا ما كنشدوش الشكايات. حنا سيدي حنا بغينا كنطالبوا بحقنا، حنا بغينا حقنا، حنا ناس سلاليين، حنا كنطالبوا بحقنا، حنا باغيين غير حقنا. الا كنا كنسالوا الحق حنا غناخذوا حقنا، حنا ما باغيين والو. كنطالبوا من الناس، كنطالبوا من الناس اللي هما مسؤولين، هما يقيدونا ومشينا عندهم ما بغاش يقيدونا. هادو الناس يعني النساء سلاليات ديال ولاد حريز الغربيه عملات سطات. كان واحد الاقصاء ممنهج من طرف المسؤولين. دائما الابواب كنلقاوها مغلقه في الوجه ديالنا، دائما الابواب كنلقاو واحد الصد. كاين شي يعني كاين شي مبرر علاش ما بغاوش يشدوا من عندنا؟ ما كيعطيوناش. اليوم درنا واحد وقفه احتجاجيه قدام وزاره الداخليه، عاد سمعوا لنا، صيفطونا دابا عند السيد هنايا في حي الرياض، استقبلنا قال لنا غادي يكون حل لهذا المشكل ديالكم. عطوناش حقوقنا سيدي، مشينا شحال وحنا نطلعوا نهبطوا، ما بغاوش يسجلونا، ما داروناش في دواوي الحقوق، ما سجلوناش في دواوي الحقوق. استقبلنا سيدي يوسف، ما عرفتش شنو هو المنصب ديالو ولكن سميتو يوسف، يعني عيطوا ليه من الداخليه المركزيه. استقبلنا دابا قلنا من 15 يوم غادي نجيو غتلقاو الجواب ديالكم، يعني كاين واحد الامل ولينا كنشوفو على قبل ما كانوش كيستقبلونا نهائيا. دائما الملف ديالكم ما يمكنش شدوه، الشكايات ما يمكنش نشدوها. كنطرحوا هنا علامه استفهام، علاش السلاليات ديال ولاد حريز مقصيات من دون النساء ديال المغرب؟ وحنايا ها تقولوا لينا ما احنا ما تنعطوش العيالات، وما مرانا بدات خط باكم ميتين ثاني حمادي دابا بحال بحال المراه، قال بحال الراجل بحال المراه، وما تقول لك لا احنا ما نعطوش المراه حقها. المطلب ديالنا بان هاد العيالات السلاليات خاصهم يتسجلوا، علاش ما بغاوش يسجلوهم؟ كل وحده دابا الظاهر الجديد كيبقى حبال على ورق. ملي كتجي الواقع كتلقى حاجه اخرى، ما حتى واحد ما كيستقبلك، حتى واحد ما كيعطيك الحق ديالك، حتى واحد ما كيتصنت لك نهائيا. ملي كاين فرق ما بين مشروع قانون وشي حاجه سميتها تطبيق. مقيدين شي وحدين مقيدينهم وشي وحدين ما مقيدينهمش. سلاليات عيالاتهم هما وبناتهم وهذا مقيدينهم، وحنايا قال لك لا انتم ما نقيدوكمش. في النواب ماشي في الداخليه. في النواب في النواب ما بغاوش، وحنا ما عندناش فين نشكيو. الداخليه ما بغاتش تشد لكم على الشكايه. ما بغاش. الحمد لله اليوم استقبلونا استقبال مزيان وهذا، وقالوا لنا حنا غادي نشوفوا غنبحثوا في هذا الموضوع وغادي نردوا عليكم، وغنردوا عليكم ان شاء الله باذن الله. حنا باغيين غير حقنا وباغيين تقيدوا. كنعرفوا حنايا الا كان العرف ولا كان الدستور ولا كانت المسطره القانونيه، المسطره القانونيه كتكون مطبقه على الكل بصفتنا مغاربه. كنلقاو واحد الفئه من المغاربه استافدوا، ولكن هاد الناس هادو كيقول لهم انتوما ما يمكنش نحطوكم، ما يمكنش تقيدوكم في اللوائح السلاليات. هنا علامه استفهام كتطرح، علاش المراه السلاليه ديال ولاد حريز كتقصى؟ وعلاش الادارات هنايا كنلقاوها مسدوده في وجه ديال المواطن؟ اليوم لمسنا واحد التغيير اللي حتى الصدور ديالنا
شويه شويه لقينا واحد بصمه امل ملي شدوا من عندنا شكايه واستقبلونا ودخلونا لداخل. هذه بصيص امل، ولكن كنتمنى من الله سبحانه وتعالى الملف ديالنا يتخاد بعين الاعتبار، واننا حنا راه ما ساكتينش. هذه بدايه الانتفاضه ديال المراه السلاليه ديال ولاد حريز، وتحيه لجميع النساء اللي تكبدوا العناء ديال السفر وجاوا حتى لهنايا، وشكرا.